اما عن وضع النصارى الصليبيون في مصر فهم يعتبروا اقلية، اقلية الشعب المصري شعب مسلم، ومصر مسلمة، دينها الرسمي الاسلام، الشريعة الاسلامية مصدر التشريع، وهم الصليبيون ما عندهمش مشكلة في موضوع التشريع لان هم اصلا ما عندهمش تشريع، يعني هم عايشين في اوروبا باي تشريع، ايه اللي ما يبقى تشريع الاسلام هيبقى كخة يعني. لكن اقصد ان هم اقليه، يعني مثلا مصر فيها كام؟ مصر دلوقتي مثلا 70 مليون، هم يطلعوا بالكتير بالكتير قوي قوي ايه يعني 7 مليون، يعني يعملوا ايه 10% مثلا، 10% تخيل 10% يعني اقليات. طيب عايزين ايه يعني؟ عايزين ايه؟ يحمدوا ربهم ده هم واخدين وضعهم في مصر اقسم بالله اكتر من المسلمين، يميني حاسبني عليه ربنا. انا مره كنت عامل محاضره في مصر وقلت كده نطالب بحقوق الاقليات المسلمه في مصر، حتى الناس ضحكت، قلت لهم انا بكلم جد، حقوق اقليات مسلمه، احنا مش واخدين حقنا كمسلمين في بلادنا زي ما هم واخدين حقهم. الكنائس مفتوحه 24 ساعه، والله العظيم كانت جنب كنيسه جنب البيت، ارجع 2 بالليل والله الاتوبيسات موجوده والزحمه والهيصه، خلي مسجد كده يفتح بعد اداء الصلاه شوف هيعملوا ايه، خلي المسلمون اهم يطلعوا رحلات اسلاميه ولا الاخوان المسلمون يطلعوا مع الشباب ويتمسكوا ويتحطوا في السجون، دول حد يقدر يقرب منهم؟ حتى الجماعات الاسلاميه اللي كانوا بيقتلوا في الضباط والكلام ده رجعوا قال لك مراجعات، والمهم يعني كان كنت لما اتكلم معاهم في السجن اقول لهم طب انتوا بتهربوا ازاي؟ يقول لك كنا بنجيب بطاقه بتاعت واحد مسيحي واحط صورتي عليه، ولما اركب في التاكسي ولا المشروع ولا أنا ماشي مروح يعني كله انت يا ماخده باشا انا مسيح يا باشا انا مسيح يا باشا، اقول له طب خليك انت خليك انت. عايزين 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 اكتر حقوق ايه من مثلا المسلمون في امريكا 12 مليون دلوقتي، امريكا 300 مليون، يعني يعتبر اقليه، يقدروا يعملوا اللي بيعملوه النصارى في مصر؟ اقسم بالله ابدا، ولا يجرؤوا على كده. ها انما كان دول واخدين حقهم في مصر، واكتر كاقليات مش عارف ايه المطلوب. المطلوب تاني بقى ان احنا ايه، انهم يركبوا علينا ويدلدلوا رجليهم بقى، فاستأسدوا علينا، استأسدوا بقوا عملوا اسود علينا وهم اقليات. ايه بقى الاستئساد ازاي؟ في واحد اسمه يوتا، هما بيسموه الانبا يوتا بتاعهم، بيهدد يا سيدي بيهددنا في بلادنا كمسلمين، بيقول لك انا هعمل رسوم مسيئه ضد النبي بتاعكم وهنشرها. شفت الاجرام وشفت الفجر في بلادنا؟ مش يحمدوا ربنا تبارك وتعالى انهم عايشين واخدين حقوقهم ومرتاحين في بلادنا اخر راحه؟ لا، ده بيقول لك انا بيهددنا انه عايز يعمل رسوم مسيئه. واحد تاني اسمه توماس كان بيتكلم في امريكا، اسمع انا هقول لك كلامه بالنص، بيقول لك اكبر معضلتين بتواجه النصارى في مصر هم ايه؟ التعريب والاسلمه، ان احنا عرب وكمان مسلمون. يوم يقول ايه؟ اننا لسنا عربا، اننا لسنا عربا وانما نحن مصريون. اسمع تاني، بيقول لك كل المصريين كانوا اقباطا الى ان احتل العرب مصر، بيعتبرونا محتلين لمصر، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ان الاقباط المصريين يشعرون بالخيانة، اسمعوا الكلام، يشعرون بالخيانة من اخوانهم في الوطن اللي هو احنا. اسمعوا الكلام يا مسلمون يا هب يلي عمالين تقولوا اخواننا وحبايبنا والمواطنة اسمعوا بيقولوا عليكم ايه؟ ده كلامهم اللي هم بيقولوا، مش انا اللي بقوله، ده الكلام اللي هم بيقولوه، استئساد علينا. خدوا اختنا وفاء قسطنطين وقتلوها، قتلوها، وفين هي دلوقتي؟ انتهت خلاص. كذلك اختنا كاميليا تتاخد من الازهر، تتاخد من وسط المسلمين، يا ربي يا ربي حسبنا الله ونعم الوكيل. استئساد، استئساد علينا. الاسلحه في الاديره، الاسلحه في الاديره، الاسلحه في الاديره مليانه، الكنائس والاديره مليانه اسلحه، وانا ما بتكلمش الكلام ده من عندي، انا ما بتكلمش الكلام ده من عندي، انا هقول لك بالادله ومن المسؤولين كمان، بس لولا ان هم يعني استحلفوني ما اقول اسمائهم من المباحث ومن المسؤولين الكبار في مصر انا مش هقول اسماء،
بس هاذكر حقائق، سوف اذكر حقائق.